إذن مستوى كبير سنتابعه في نهائي سباق 110 أمتار حواجز للناشئين. سنتابع الندية الكبيرة والمنافسة ما بين أمريكا وكوبا والصين. الصين موجودة في الممر السادس، أمريكا الممر الخامس، كوبا الممر هذا هو الصيني القوي في هذا النهائي المتميز. 13-45 صراع ما بعده صراع على مستوى نهائي 110 أمتار حواجز. هل يكون أفضل خلف لخير سلف؟ السلف هو العداء الصيني اليوشيان. هل يكون على عند حسن الظن الناشئ الصيني القوي؟ سنشاهد نهائي قوي، نهائي مثير، نهائي 110 أمتار حواجز للناشئ. هذا هو بور الأمريكي الآخر، الممر الثامن. اثنان من أمريكا في نهائي سباق 110 أمتار حواجز للرجال. يا له من نهائي سيكون. ينطلق هذا السباق، سباق 110 أمتار حول الرجال، الصراع الكبير. من سيكون الأول؟ هناك أمريكا، الصين، جامايكا، أمريكا، وهناك جامايكا والدخول القوي في اللحظات الأخيرة. جامايكا ٢٤٪ رقم جديد على مستوى بطولات العالم. جامايكا الميدالية الذهبية الثالثة. الليلة ليلة الجامايكيين. جامايكا تتلألأ في سماء أوكرانيا. هي نجمة هذه الليلة جامايكا بميداليتين ذهبيتين وبرقم جديد على مستوى بطولات العالم. 13٪ وجامايكا المتألقة عن طريق هيدي جاهل، هيدي الجامايكي، رقم جديد على صعيد بطولات العالم. والميدالية الذهبية الثالثة جامايكا المتألقة، جامايكا المبدعة، جامايكا المتجدية، وجامايكا التي تؤكد بأنها قاهرة أمريكا باستمرار في المسافات القصيرة. هنا جاء الدور على سباق 110 أمتار حواجز في هذا التخصص الكبير. بطولة كبيرة، بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى بهذه المستويات العالية التي نشاهدها، نتابعها، نستمتع بها.
إذا خلاص الموضوع الذي نشاهده في هذا النهائي القوي، نهائي 110 أمتار حواجز للناشئين، والختام مسك بالنسبة للميدالية الذهبية لجامايكا. شاهدوا الانطلاق الموفق، الصيني تأخر نوعا ما في بداية الانطلاق، الجامايكي تحرك بصورة ممتازة ويقطع المسافة بطريقة مريحة. أمريكا جاءت ثانية، الصين احتلت المركز الثالث وفازت بالميدالية البرونزية. يا له من سباق، يا له من نهائي قوي، نهائي 110 أمتار حواجز للرجال. استمتعنا بهذا النهائي. إذا جامايكا الميدالية الذهبية، أمريكا الميدالية الفضية، الصين الميدالية البرونزية، كوبا رابعا، بريطانيا خامسا، أمريكا سادسا، اليابان سابعا، نيجيريا في المركز الثامن.